الزول الزول ايت ما سويت ما غيجن سرم نبقاني عايز نوفر متوكيس سازيدة ديت لندن. أمو خلا بدا ويغد شوين مسرعين مي خان سيو النهار سيو جيج نوجد ساعات ني 40 دقيقة أكيد كنت تواصل شويت لأنه ديت حارة كان هي اللايف مي زيح، ولكن وفي يتمثل ما نظن تلقى اللايف وزوشي تسمى بنعم أستاذ أخي ساعة كنا دي السور من هذا نخلي من موسم شي نهار راسي عاودتي وش راسي فارش. إذا أنا مغزرم قال الموضوع ديني نهار يعني النيابة العامة تشتاح خل مالك تشتاح الشعب وني الموضوع عن السور نهار ومن تو دي ستريتان الموضوع دي ستريتان نقيضين دي استعويم الدرهم تأثير سلبي كمواطن بريطاني مختزر سانش صاف مخيوري مخيوره اختطافات اصحاب ذوي الحاجه الخالد النار اصحاب النير كما نقولها ذا الروايات النيابه العامه مساله 9 مليار سنتيم يجي صرحن كومو بور عراسي باب العماره اني باب تدات نجي حاقن اني الشرطه من اني يعني السيور في الموضوع هو كذلك. اذا إيه ثلاثه المواضيع سيتي مغ خصنا السوقيه كي تجند المغرب اذا نحاول ما امكن نرجع الاخوان هذا في كل شيء. فوالا شوي بارتاجي ما تفنى بدي الله روح عفوا راي راح كوليكسيوني عفوا اي انت يا نوفل السؤال بدر زرقاني انا نوفل متوكل ما دورك في الحراك المبارك المقدس اوكي اتفق الجواب اوكي. السلام عليكم اخواني اخواتي المغاربه نحاول ما امكن باش نهضر على الموضوع اليوم اللي كان هنا في العنوان وهو النيابه العامه تكذيب على الملك والشعب. معنى ذلك غنبدا بها نيت هي هاد النقطه اللي غنبدا بها نيت يا تلاحظوا بان النيابه العامه اللي تنقولوا حنا بالعاميه او اللغه ديال الدارجه هو ما يسمى بالغراق. النيابة العامة والوكيل الملك أو نائب الوكيل هذا تدخل في إطار ما يسمى بالنيابة العامة تبع القضاء المغربي. طلعتوا مؤخرا في الجلسات اللي دوزوا في الدار البيضاء أن النيابة العامة كانت مصرة وكانت كتغوت وكضرب الطابلة وكل مرة كتوقف كتطالب بالحق المدني وكتطالب بالتعويضات للدولة للناس ياخرين اللي يعني تضروا من الحراك الشعبي. غنجيو للنقطة للسيد اللي قالت النيابة العامة على أساس أنه هذا السيد راه عنده مخاسر ديال 2 مليار سنتيم في الدار اللي كان كاري للشرطة أو للسيمي في مدينة إمزورن. هاد السيد هذا تيخرجنا ببيان عندي عندي النسخة ديالو كيكتبها بيدو كيوقعها بيدو تينفي هاد السيد اللي اسمه بولعراسي محمد بولعراسي عفوا مراد بولعراسي تينفي ان ما عمر طالب الدولة أو لا رفع شكاية ضد الناس اللي حرقوا ديك الدار. ما طالب شاي بجوج مليار سنتيم كتعويض وما رفعش شكاية ضد هاد الناس اللي حرقوا هاد الدار، لكن النيابة العامة استغلت الوضع وقامت ب يعني تاخذ هذا الموضوع ديال 2 مليار سنتيم والعماره اللي تحرقت في امزور مولاها مراد بولعراسي اللي تجار من تجار ديال امزور تيسرد لينا ولجميع المواقع الالكترونيه كيسرد رساله خطيه تيقول فيها انا
انا ما طالبت شيء بالتعويض ديال 2 مليار سنتيم، انا ما طالبت شيء النيابه العامه او الشرطه باش غتعوضني ب2 مليار سنتيم، او لا انا ارفعت دعوه قضائيه كان طالب من خلالها هاد الضرر او لا هاد التعويضات. اذا علاش النيابه العامه، السؤال المطروح، علاش النيابه العامه في المغرب وفي المحاكمات ديال نشطاء الحراك في الدار البيضاء وكاشا تيقول له تيصر وتيأكد كيقول لك يا سيدي انه يجب على نشطاء الحراك ان يعوضوا، ان يقوموا بتعويض المتضرر مراد دولة عائلة البرعراسي في العمارة اللي اتحرقت في إمزور. بالله عليكم يا النيابة العامة، بالله عليكم يا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهاد الناس القائمين على الوضع ديال مسألة حقوق الإنسان في المغرب، الجمعية الوطنية المغربية لحقوق الإنسان، مركز الكرامة، جمعية مركز الكرامة لحقوق الإنسان ديال الراميد اللي هو وزير حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. إذا لازم تطرح سؤال، على أي أساس تستند هذه النيابة العامة كتستند ولا تبني عليها الحجج بتاعها اللي هي ضد النشطاء الحراك؟ واش دابا حنا خصنا نديرو به هي التي أحسنت باش نفضيو هذا المشكل، به هي التي أحسنت وبالسبل السلمية، وما غاديش نخليو هاد مشي اتجاه اللي ربما الاتجاه غيكون ماشي مزيان ليكم ولينا؟ اذا ما دام حنا القاو نديرو يعني لينو شي شويش، لانه عارفين بانه ما كاينش شي لي زيليمو ديال المحاكمه العادله في القضاء المغربي، هذا الشيء معروف. اذا هنا تيكذب هاد مسمى مراد البول العراسي، كيكذب هاد النيابه العامه، كيكذبها طولا وعرضا، تيقول له انا بريء من هاد الشيء انتوما اللي تاخذوه كدلائل وكطالبوا نشطاء يعني يعني يديو الثمن ديال هاد الشيء هذا. اذا هاد الشيء هذا هو كاين فيه الكذب، والنيابه العامه اش غتقول لنا دوكا؟ اش غتقول دابا هاد النيابه العامه؟ هاد السيد خرج كينفي، ما كاين لا 2 مليار سنتيم ولا شي دعوة قضائية ضد نشطاء الحراك، أو لا كتب شي حاجة في هذا الصدد. إذن هنا يا دوكا السؤال اللي غيطرح نفسه في المحاكمة ديال غدا اللي غتكون في كازا ديال النشطاء، اش غتخرج، اش غتقول النيابة العامة غدا؟ هاد الشيء هذا تيخص الهيئة الدفاع، المحاميين المحاميات اللي خداو الملف ديال الحراك الشعبي، الله يجازيهم بخير، الله يكثر يعني ما نقدرش نشكرهم اكثر من الشيء هذا. اذا يشوفوا هذه النقطه هذه، يطرحوا هذه النقطه هذه، ولازم تعطى الوقت المناسب لهيئة الدفاع باش، لان اي نقطه كتخرج بها النيابه العامه ضد النشطاء الحراك الا وكانت تصد من الهيئة الدفاع، لانهم عندهم الحجج والدلائل اللي تقول النيابه العامه بان ما كايناش شي حاجه اللي هي منطقيه وفي الواقع اللي نتوما راه كتقولوا في حق هاد النشطاء، هاد الدلائل. اذا النيابه العامه تستعمل اسلوب التعتيم والتضليل والمرافعات يعني بالتهم الضيقه والموجهه بالتليفون، اذا هنا لازم هاد الشيء هذا يوقف الحد، لان دابا راه كلشي باين، كلشي باين. واللي تيأكد هاد الشيء هذا كذلك النيابه العامه اللي ما غتلقى اللي غادي اللي تهمات المهداوي وناصر الزفزافي في ادخال اسلحه للمغرب، ودارت فيها بروباغندا وطلعات ودارت محاضر وقاتها ماده دسمه باش تكتب عليها وتفرض عليها الهيبه الدوله. اوكي، هاد ابراهيم البوعزاتي حكيت عليكم في مباشر ديال شهر اللي فات وديال المول البارح، ويعني دائما كنت كنهضر عليه.
اذا هاد ابراهيم البوعزاتي لقات القبض عليه الشرطه في هولندا، ها هو صردوه للمغرب، ها هو دخلوه داو الفرقه الوطنيه، جلسوه واستجبوه، قالوا له هي وكيفاش انت عيطتي لهاد كذا؟ انا خويا ما عيطت ما والو، انا ما لقيت راسي كيلعبوا بسميتي، وانا بعيد على هادشي ديال الحراك، وانا جيت هنا لاوروبا باش ندبر على راسي، باش نعيش حياتي، نعيش انديبندنت مستقل على العائله. درت محاوله جيت لاوروبا، اذا انا كنحاول ما امكن باش نخلق استقرار النفسي والمادي والمعنوي لي هنا في هذا البلد الاقامه. وانا والسؤال ديال المنطق اللي قرا الفلسفه والمنطق خاصه، كيفاه هاد السيد هذا ابراهيم البوعزاتي غياخد تليفون؟ الو الو حميد، حتى هو حميد، بصح شكون انت؟ حميد المهداوي، شتي راه مقربلوها في المغرب. اودي الله يهديك، انا اش غتقرب ليا ولا اش غادي دير؟ حميد كيهضر، لا راه صافي حنا غادي نخربوا داك المغرب، وغادي نديروا تما الفتنه، وغادي نرونوا داك الشيء، المهم حنا غادي ندخلوا لداك الدبابه داك الستانكيات والروينه غيدخلوا، المهم داك الشيء ماشي شغلكم. اودي اش كتقول؟ الله يهديك، انا راه ما فاهم والو، اودي انا بعيد على هاد الشيء، من السلاح واش من كذا. هو المهم الله يعاون، تك تك. هاد المكالمه مسجله، المكالمات الثانيه. الو، المهم انا راه معولين، وحنا واحد كذا، راه هنا بزاف بينا هنايا والفلوس، وما تخموش على شي حاجه، المهم نتوما فهمتيني. اوكي، على هاد المكالمات غادي يقبطوا الحامد المهداوي كسبب باش غيقولوا له انك ما بلغتيش اش غادي يبلغ السيد؟ هو كيهضر مع السيد كما جوانا ولا ما عرفش من عالم عايش فيه، ورش قاتلو بقى النمره ولا دبر النمره بشي ويب سايت وبقى كيعيط، والسيد بغى يتلهى به او لا بغى يضحك او لا معاه شي مجموعه من الدراري قصارين على الهينيكين وجالسين تيكحكحوا بيناتهم، وقالوا له اجي نعيطوا المهدى ونقصروا عليه، والنيابه العامه غتستغل هاد المكالمه كدليل ضد السيد. ما دار والو، كيف هاد السيد هذا، كيفاش لوجيستيكيا هاد السيد هذا غادي يدخل دبابه؟ كيفاش غادي؟ انا ما فكرتش، خليونا من هاد الكذوب، خلينا هذاك الشيء مصطنع من المخابرات الخارجيه المغربيه، وعندي الدليل على هذاك الشيء على اساس تسخير واحد من الجاليه الى ماشي غير هذاك، ماشي غير هذاك، كاينه مسائل اللي هي خطيره جدا، وعندي في هاد 240 صفحه اللي فيها المحاضر تفصيل البحث التمهيدي والتفصيلي ديال المعتقلين، كنلاحظ بان المسمى بالربيع الابلق، شوف على هاد، شوف على دوره العصابه، فعبد عبد الربيع الابلق في اطار نهار اللي شبطوا اللي قبطوه، يعني في الدواء كان دواء البتس ومغطي له الراس، الدواء لجهه البتس، تيعيطوا في التليفون وقال له هذا كيغوت عبد الربيع الابلق، تيغوت كيقولوا له، قالوا هذاك الاخر واش غادي تسكت ولا نخوي فيك هذا الفردي، راني من نهار كامل وانا صايم. هادشي مسجل تما في المحضر على قولي المتهم المختطف ربيع الابلق، تما غادي يفرضوا على خطه على ربيع الابلق باش يسخروا ربيع الابلق، على اساس ان واحد السيد غادي يعيط له اسمه الحاج، وغادي يقول النمره ديال ربيع الابلق، غادي يذكر النمره ديال هذا السيد، هذا السيد الحاج اللي كاين في المحضر هو عندي، كيقول خصك لازم تجاوبني على اساس ان غادي نسرد لك 100000 درهم، 10 المليون سنتيم، اوكي، وانت غتاخذها وغديها معاك وغديها لناصر الزفزافي، قول له راه الحاج بالفلا من هولندا ولا ما نعرف، راه عطى لي هاد الامانه، قال لي اعطيها له، قال له انت غتدخل عنده تسلم له 10 المليون تهضر معاه، قال له غندخلوا عليكم باش نلقاوكم متلبسين في انه تتلقوا اموال من الجهات الخارجيه، وهذه لعبة من المخابرات المغربية، وعندي الدليل عليها، أنا ما رانيش كنحكي غير على عيلة، عندي محضر
نقرا عليكم بصح بزاف الصفحات، انا مازال كنفكر كيفاش غنخرج هاد المحاضر. يعني خلق تهم تلفيق بعض المسائل اللي هي قادرة استعمال بعض الوسائل اللي هي تستعمل من الموساد الإسرائيلي في تصفية حساباته مع السياسيين المعارضين ومع أعضاء حركة فتح وحماس وكذا وكذا وكذا. إذا هنا أرجعوا للموضوع، رابع الأبلغ كيقول لك أنا ما نقدرش ندير هذا الشيء هذا. قال له لما تقدرش دير هذا الشيء هذا غادي نديوك فين غادي تقدر نديرو عليك بزاف الحوايج مزيان. تما غادي يرفض الابلاغ انه ما غاديش يدير هذه المهمه. انا اش غادي ندير؟ نلقى هذاك النمره، نهز هذيك النمره ونعيط له من الانجليز تجاوب لي نمره، قلت له فلان بن فلان هذا، قالت لي لا راه ما كاينش خرج وكاين شي ميساج خليه. قلت له حكا لك كان جا قول له راه فلان بن فلان عيط وعلى هذا الموضوع علاش عيط. هضرت معاه شي 10 دقائق سالينا، حطيت التليفون، هذاك التليفون غيبان لي ديال الهمه ديال فؤاد عالي الهمه، والزوجه ديالو هي اللي جاوبت او لا مساعده خاصه ديالو جاوبتني. فوالا، لانه داك 240 صفحه واحد الدليل قاطع على الطريقه اللي تعاملوا بها الشرطه المغربيه والفرقه الوطنيه والمخابرات في حق النشطاء ديالنا، مجموعه من الاساليب اللي هي ما تقدروش تصوروها ومكتوبه، ويعني يعني المحاضر تكتبات بعض البحث التفصيلي وكذا وكذا، يعني كتبوا داك الشيء كامل، ولكن كتبوا على غير على المعتقلين اللي كاينين في عكاشه، ما كتبوش اي على المعتقلين الاخرين، ركزوا على المعتقلين اللي كاينين في عكاشه واحد واحد. عندي عليه محضر من ناصر الزفزافي وهود، كل واحد عندي عليه محضر، يعني فيه ثلاثه انواع ديال التقارير، في الكوميسارية، في الاعتقال، الضرب كذا، واللي تنفيه هذه النيابة العامة. وأتحدى هذه النيابة العامة على أساس أنه غدا في المحكمة تخرج تقول لنا أن هذا السيد باقي كيطالب بجوج مليار سنتيم وراه رفع دعوة قضائية ضد المتهمين. الأولى. ثانيا، كنتمنى من النيابة العامة غدا تخرج تقول لنا بأن المعتقلين النشطاء ديال الحراك الشعبي ما تخطفوا شيء وما تغتصبوا شيء وما تعذبوا شيء، خص يخرج علينا الدايد. وكنطالب المحاميين اللي تيدافعوا على هاد الدولة يخرجونا بالإحصائيات، ما تبقاش يتجمعونا كيما دار شي صطفت مرشيات في العام 2000 وزدتوها لنا في الميزانية، راه تاهي راه تحرقات ولا ترشات في الحراك الشعبي، أو كيما كان شي واحد من الشرطة دار علاش يقلب وكلا العصا ولا شي حاجة. راه هادي نتوما اللي استعملتوا المقاربة الأمنية، نتوما اللي استعملتوا المقاربة الأمنية المقرونة بالهرمكة والزروطة ماشي بالحوار. اذا الهرمكه والزرواطه راه تضربوا المنادم، بنادم عنده احاسيس، عنده انكا، عنده هادي، عنده هادي، اذا لازم احترم تحترم. اذا ما دام كنتم نتوما كتقولونا بان احنا درنا الفتنه وضربنا الشرطه وهلكنا الشرطه وسرقنا الشرطه وحرقنا الشرطه، اذا علاش ما حرقناش الشرطه؟ ما حرقناش المصالح الخارجيه ديال الدوله المغربيه في الريف؟ ما درنا شيء هذيك الروينه وكذا اللي وقعت في 20 فبراير اللي هي دارتها الدوله بطريقه او باخرى؟ اذا هنا 7 شهور ما دارت فيها حتى شي حاجه، كلشي سلمي، كلشي غادي نساو، الاطفال وكلشي بشارك وكيخرج الثقه الكامله، انسان يخرج الشارع يعني يناضل باش يعطيو له حقوق ديالو. اذا جات المقاربة الأمنية جابت معها العنف، راه ماشي الحراك الشعبي اللي خلق العنف وإنما الدولة اللي خلقت العنف. المقاربة الأمنية هي اللي خلقتنا هذا ما يسمى بال يعني استفزاز الجماهير الشعبية واحتجاجاتها بطريقة أو بأخرى بالكريموجين وكذا. إذا
نطالبهم هاد النيابة العامة غدا تخرجنا بنقطة ثالثة، هي قلنا شكون قتل عماد العتابي، راه مازال ما خرجناش هاي التحقيقات، نتائج ديال التحقيقات، شكون اللي قتلنا، شكون اللي قتل عماد العتابي النهار 20 يوليوز. الى المحاميين قالوا لكم شكون اللي قتل سميتو الشهيد الله يرحمه عماد العتابي، حتى انا عندي الدلائل ونشرتها في النهار الاول اللي مات كاري فلان ديسبورا. اذا ما خصنا شيء يعني ان نشوف واحد الشعب كيستعمل كيقول السلميه وكيقولها، يعني ماشي زعما تيقولها بانه كيخاف او لا ما بغاش يصطادم او لا، حنا بغينا مصلحة ديال الوطن، لان هاد المشاكل ديال هاد الملف الحقوقي راه ربما هاد الملف الحقوقي مطلوب من جميع الجهات اللي كاينه مهمشه في المغرب، وجرادة خارجه كطلب من الملف الحقوقي، هي المدن الاخرى كتخرج كطلب من الملف الحقوقي. اذا هنا يعني كتأيد ما قاله ملك المغرب في الخطاب الرسمي السابق على اساس انه الحكومه ولا حنا ولا المؤسسه الدستوريه ديال الدوله ما نجحنا شيء بالبرنامج التنموي او الاقتصادي هنا باش نمشيو بالمغرب القدام. هذا كيعطي الرئيس الاول ديال الدوله ولا حاكم البلاد هو اللي كيقولها وتعترف بها في خطاب رسمي. اش ما داشي وار مو داشي قزارة وبني يغد بشي تولي ما نبلوك هذا السنة. اوكي تولي عرف تولي. اذا النيابة العامة كنعرفوا بان الدور نتاعها والخدمة نتاعها هو انها تدافع او لا تغرق شي واحد قتل شي واحد ولا كذا، هذه هي الخدمه ديالها. ولكن نهار النيابه العامه كتلقاش ولا لي زيليمون باش تتابع هاد الناس وتغرقهم كثار وتزيد عاد تكذب بجوج مليار سنتيم وكذا، اذا هنا ومساله دي اخرى النيابه العامه غدا خصها تجاوبنا على مساله ديال اعتقالات واختطافات ديال ذوي الحاجه. كيفاش كيف بالله عليكم نتوما يعني غتعتقلوا الناس منغوليا؟ راه حشومه، راه زعما راه زعما راه شنقولكم ما خليتوش حتى شي حياه في وجهكم، وصلتوا لتا لهاد الدرجه هادي، ديتونا عزيز احمد 70 عام في الحبس، درنا عليه قرباله وكذا وكذا باش نضمنوا معاه وكذا باش تخرجوا من السيد به التي احسن وتحشموا شي شويش، بصح نتوما ما عندكمش الوجه اللي تيحشم. دابا مشيتو عند خالد مسمى بخالد النب اللي هو انسان منغوليا، عباد الله راه منغوليا معاق، صح معاق ذهني معاق، راه من ذوي الحاجه، السيد راه خصو يعني معامله خاصه، خصو مكان خاص فين يعيش مع اصحابو مع البيئه ديالو بحال الدول اللي اخرين تيتهلاو فيهم، تعطيهم الحنان تعطيهم كذا، لان في عقولهم اطفال ولكن في اجسامهم كيكونوا يعني كبار وكذا، ولكن في العقل ديالهم كيكونوا يعني اطفال في المعامله ديالهم وكذا، هما النيه ديال سبحان الله تعالى، وكتهزو ديه الكوميساريه ولا الدرك باش تضحكوا عليه باش تديه باش تستهزئوا به وتضحكوا به وغدي وتقصروا به هذاك العشيه وتخرجوه وتقول له باش يحشوم عليكم. فين هي هاد جمعيه ما تقيش ولدي، جمعيه ديال اللي كتشتغل في هاد المجال ديال ذوي الحاجه؟ فين هما هاد الجمعيات وهاد الميزانيات اللي كتاخذها من الاتحاد الاوروبي ومن الدوله باش تدافع على هاد النوع ديال الناس؟ بالله عليك واش كتحشموا ولا ما كتحشموش؟ حتى وصلتوا لخالد النغنغ يعني يعني واحد الشوهه يعني انا ما نقدرش نتحملها، وما نقدرش زعما راه حشمتو بينا، حشمتو بالوطن، حشمتو بالشعب المغربي، حشمتو زعما بالمؤسسه ديالكم وبالاساليب ديالكم، هادشي اللي كديروا راه حشومه وانتم حشومه. بدل هاد السيد ديال الكوميساريه
اجي وشوفوا كيفاش تعطيو التعويضات للعائله ديالو باش تهلا في هاد السيد هذا. ما عقلتوش على هاد السيد يلاه دار العمليه الجراحيه على رجلو وبالتضامن ديال الكون والدكتور نجيب وزاني في الرباط؟ واش ما كتعقلو شي؟ واش ما كتعرفوا شي كذلك بان هاد الجرجليس ديال ثلاثه الجلسات في السيمانه والزياره الاسبوعيه من حسيمه حتى كدا ما كتبقاش فيكم؟ شحال الميزانيه، شحال الفلوس، شحال ديال التماره، شحال ديال الهم، شحال ديال اش غنقول لكم؟ واش ما باغيش زعما تقولوا لنا هاد الناس هادو راه ما لقينا عندهم حتى شي حاجه ضدهم اللي خارجه هاد القانون؟ ما بغيتوش تعترفوا؟ خرجونا الدراري يمشيو يخدموا شغلهم. راه عندي شكايات اللي هي مهمه سيتوها، نعطيكم المسائل اللي هي مهمه باش يعرفها الشعب المغربي. نجيو التعويم ديال الدرهم، تعويم الدرهم نعطيكم القراءه ديالي الشخصيه كبريطاني، كان عايش على بريطانيا، يعني الجنيه استرليني بالمقارنه مع الدرهم المغربي. نعطيكم الحصيله ديال السيمانه، يعني كنشوف من 2000 حتى 2010 حتى 2008 في المشكل الاقتصادي العالمي، من 2000 حتى 2010 كان الجنيه الاسترليني ضد المغرب كيسوى ماكسيموم 17 درهم، كان كيهود بزاف كاع حتى 14 15 درهم في هاد الفتره هذه. يعني اش كيقول؟ الا جبت انا 1000 باوند، يعني 1000 جنيه استرليني انا الريف او لا انا المغرب، الا صرفت هاد 1000 كندي 700 الف فرانك زياده في الصرف، 7000 درهم. اذا في هاد الازمه الاقتصاديه ديال 2008 العالميه، الباوند جنيه استرليني هود حتى ال 14 13 من 2015 و16 من بريكزيت الجبد الدوكا، طاح الجنيه الاسترليني وصل حتى 12 درهم و20، 12 درهم و50، 12 درهم و30، 12 درهم و15، حتى هو يعني الافريج. كنلاحظوا منين نعوموا الدرهم وحنا باقين في هذا التاثير ديال بريكزيت، مازال ما خرجناش بصفه رسميه، مازال كاين حوار بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. اذا اباري هذا الشيء هذا كاين ما يسمى ب الريت اللي كتزيدو البنك المركزي هنا في بريطانيا على حساب النمو الاقتصادي وكذا وكذا، دابا طالع 0.50، الى طلعت 0.75 باوند دابا دوكا غتطلع حتى 15 درهم في المستوى العادي. دابا حنا نجيو على هاد المقارنه في هاد المستوى ديال التعويم الدرهم في السيمانه، كنلقاو بانه السيمانه اللي فاتت الباوند البريطاني كان كيسوى 12 درهم و40. اليوم وفي هذه الساعه هذه تشيكيت بشحال كيدير؟ كيدير 13 درهم و03 سنت، يعني جنيه استرليني واحد بريطاني قبل ما يعوموا الدرهم كان كيسوى 12 درهم و40. منين داروا التعويم الدرهم سيمانة طلع الباوند الانجليزي ضد المغرب الدرهم المغربي 13 درهم 02، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لليورو كان 11 درهم و11 سنت قبل التعويم. من بعد التعويم ولا من 11 ل 11 سنت، 11 درهم 11 سنت، يعني ولا من 11 درهم 35 سنت، يعني في سيمانه ديال التعويم ديال الدرهم في الصرف. هذا جا غير نشوفوا غير الفرق في الصرف، 11 1 يورو كان كيسوى 11 درهم و11 سنتيم، دابا طلع من 11 درهم 11 سنتيم الى 11 درهم و35 سنتيم. والجنيه الاسترليني طلع من 12 درهم و40 سنتيم من قبل التعويم، اللي دخلوا التعويم طلع من 12.40 حتى 13 درهم 03 سنتيم. اذا البلاد
التأثير السلبي في الصرف. ها انت ها احنا تنشوفوا لا راه الميزانيه راه تنصردوا هذا الفوسفات، لا راه 7 شهور ديال العمله الصعبه عندنا كاينه، راه كلشي بقاد، لا راه الوضعيه هي هذيك الصح، قطاع الصحه راه هو هذاك، القطاع ديال التعليم هو هذاك، القضاء راه ماشي على السكه، الانتاجيه والمصانع والانتاج في كذا، والصادرات طلعت بالقيمه ديالها وطلعت بالنسبه ديال كذا، كلشي بخير، التعويبه راه غادي بخير. خصكم توجدوا المغاربه الى الأسوأ، لانه ما دام كاين ما يسمى بالريع الاقتصادي في السياسه ديال الاقتصاديه ديال المغرب، راه والله هاد الدرهم غادي يغرقكم الى قاع سراس. واحد البلاصه كاينه هنايا في هذيك النواحي ديال الطريق الساحليه ديال من الجبهه اللي قاع سراس، اوكي غتجيو على قاع سراس، لان الدوله ملاهيه وخسرات ما نعرفش شحال من مليار سنتيم، شحال من مليار سنتيم، وهي كتقولها النيابه العامه كتقول لك راه خسرنا 8 مليار سنتيم في هذا الشيء ديال الحراك الشعبي من الخسائر. 8 مليار سنتيم هذه خسائر ديال الدوله في الحراك الشعبي. اسيدي هاد 8 سنتيم وكان عطيتيها لنا درنا فيها جوج معامل وكنخدموا هذوك كاع اللي في عكاجه وكاع السجون زايو وديال تاونات وكذا، قالوا كاملين خدامين في هاد المصانع هادو، كانوا فضينا هاد المشكل. زدتو نتوما في الاخر في دقيق وكتقولوا بان لا هادو انفصاليين لا كذا، كبرتوا الشغل عقدتوا الامور، وكرما يعني ما قلتوش انفصاليين وما قلتوش هادي كنا واخا، ولكن تهبتونا بالانفصال، اكدوا الاخوان خرجوا، قال لك اسيدي ماشي انفصاليين، رغم ذلك قولبتوهم وخطفتوهم من النهار اللي خرجوا قالوا لك حنا ماشي انفصاليين، ثم هزيتوهم. ما كاين لا الجمع ولا هادي ولا هم محزنون، غير قالوا لكم في الريف في المسيره ديال 500,000 واحد بقياده نصر الزفزافي، ثم غادي تهودوا علينا بالاعتقالات والاختطافات وغتجيبونا بواحد المقاربه ديال سنوات الرصاص، ماشي حتى الامنيه ديال سنوات الرصاص. وهي حكا جبتو الرصاص وجبتو الكريموجين وبديتو بهذاك الشيء نيشان درتوها عليها، اوكي. اذا علاش؟ لانكم المخابرات المغربيه ديالكم، هاد الناس اللي تراقبوا التراب الوطني والمستندات ديال الدوله المغربيه، ما كيقوموش بالعمل ديالهم اللي كيخص يتقام، لانها كتقيل في البار وتتبع الراذيله وكتكتب ليكم تقارير اللي هي مغلوطه، وكتجيو نتوما كتستندوا على ديك التقارير وكتسردوا القوه وكتستعملوا هيبه الدوله ضد حراك شعبي سلمي. هذه هي الحقيقه، وجميع المحاضير اللي هي عندكم وتوصلت بها نيال هي محاضر مصوره من احدث الزيت، تم التعذيب والضرب والسب والقذف باش اتخذ السينياتور ديال المختطف باش يسيني لك على داك المحضر بطريقه وباخرى، ما كاينش منها خصاص، هذه ما كاين فيها شي نقاش، وهذا الشيء معروف في المغرب ماشي شي حاجه جديده. راه المغرب كانوا كيجيو ليها المخابرات البريطانيه والامريكيه والاسرائيليه، كانوا تيجيو ليها الناس اللي كانوا في غوانتانامو، تيجيو تيعذبوهم في المغرب في هذا ما يسمى ب المعتقل السري ديال تمارا، كانوا كيعذبوهم تما. هذه هي المهمه ديال المخابرات المغربيه، كانوا تيعذبوهم وتيجلسوهم على القرعه وتيديروا لهم الضو كيوضروهم تيحرقوهم تيهزلوهم رجل، هذه هي المهمه ديالهم. ولكن هادو اللي خرجوا في الحراك الشعبي راه ماشي داروا انقلاب على الدوله، ماشي تخدموا اجنده ديال بوليزاريو او لا اجنده ديال شي قوميه مجمعه في شي بلاصه تتسير هاد الناس. هاد الناس خرجت بتلقاء نفسها، والشهيد محسن فكري كان سببا في اخراج هاد الفئات
الاجتماعية اللي غتطالب بملف حقوقي، لأن المدينة كانت منسية. كنهضر على مدينة الحسيمة، ما نهضرش أنا على الناظور ولا على جرادة ولا كذا، نهضر على مدينة الحسيمة اللي خلق هذا الحراك الشعبي. أنا كنشوف مدينة الحسيمة كأمن من الناس ديال مدينة الحسيمة، يعني كنهضر على إقليم الحسيمة. ما كاينش حاليا كاين ركود اقتصادي، ركود تجاري، الناس تتشك سيدي، راه عندها الحوانت، عندها المقاولات الصغرى، بصح ما كايناش الخدمة، ما كاينه حتى شي حاجة، هما تيستناو. كاين البؤس وكاين الكساد وكاين واحد الركود اقتصادي، يعني بالعكس انتوما اتهمتوا المتهمين الحراك الشعبي انهم هما سبب الركود الاقتصادي في المنطقه، وشجعتهم وبغيتوا ديروا نفس الشيء مع التجار المحليون اللي كاينين في الريف والصناع اللي كاينين في الريف الحسيمه، باش يوقعوا يعني على شكايات، لان باش تحرضوهم على المعتقلين بانهم هما السبب ديال الركود الاقتصادي. ودابا شكون اللي دار السبب الركود الاقتصادي؟ فين هي 700 مليار سنتيم ديال المنارات المتوسط؟ شكون اللي وقفوكم يعني تبداو الاشغال ديالكم؟ ياك الملك سخط على لاخر وعفاه فلان بن فلان بن فلان، واستجمو فلان بن فلان، قلبتوا هذاك الشيء بيناتكم، الدنيا هانيه ما كاين حتى مشكل، بصح ايوا بداو في المنارات المتوسط. يا سيدي مرض حسيمه راه خويتوها من الشباب، ها اللي حرق اللي حرق، ها اللي هرب، ها اللي هو في الحبس تتعذب. اذا ايوا طلقوا المشاريع، شكون اللي دابا تيعرق لكم العمل ديال هذا المشروع ديال المنارات المتوسط؟ ايوا ديروا لنا هذا المشروع ديال المنارات المتوسط، 700 مليار سنتيم، يلا بداونا. ياك عفيتو اللي عفيتو، ديتو اللي ديتو، وسرقتو اللي سرقتو، صافي، ودابا ديروا لنا المعقول، ابنيوا لنا هذا القطب الاقتصادي الجديد، وهذه المنطقة الصناعية الجديدة، وهاد المعامل اللي غادي يلا ديروا لنا هاد وشكون اللي وقفكم؟ شكون اللي بقى يعني شكون اللي دار الخشبه في رويضه؟ ياك اللي قلتوا يديروا الخشبه في رويضه في التنميه المنطقه كذا، ديتوه بالحبس. ايوا سيدي دابا الحسيمه خاويه، ديروا لنا هذوك المشاريع، والقضاء داير شغله مع المعتقلين وحنا معاهم. دابا انتوما خشبة في رويضة في المنارات المتوسط، وخشبة في رويضة للمعتقلين، خشبة في رويضة للهيئة الدفاع، جمعية حقوق، يعني كذبتوا كامل هادشي كامل اللي ناض من أوروبا، المؤسسات الحية، القوى الحية وكذا، والمسيرات كاملة، زعما هادشي هذا ما حسبتوش هاد المبادرات كاملة وسلمية كانت، ما حشمتوشي، ما عطيتوش الاعتبار هذا الشيء كامل. ايوا حنا سيدي غنوقفوا حنا هاد الشكايات، ونوقفوا حنا هاد المسيرات، ونوقفوا هاد المسائل وكذا، خرجونا الدراري سيدي، يلا حنا غادي حتى حنا نتنازلوا، خرجونا الدراري ومرضنا ما عنده باس، بداو المشروع ديال المرارات المتوسط، خلقوا فرص الشغل. ايوا سيدي يلا، وحنا غنوقفوا هاد المسيرات وهاد الغوط وهاد التحركات السرية والغير السرية المرئية والمسموعة اللي كتعرفوها واللي ما كتعرفوهاش. إذا يلا احنا غنوقفو، نتوما خرجوا لنا الدراري، ديروا ملف حقوقي ولبيو المسائل ديال الحقوقية ديال الجرادة، وديروا داك الإصلاحات اللي بغيتو ديال التعليم، وديروا ديال القضاء، وحنا معاكم. يلا سيدي احنا ما نديروش خشبة في رويضة، انت هذا كلام ولا؟ دابا قولوا لنا شنو بغيتو، درنا معاكم به هي التي احسن، ما بغيتوش الدبلوماسيه المسيره درنا ما نعرفش التواصل مع الاخوان، انا ما والو. اذا شنو بغيتو نديرو حنايا؟ واش نجيو حتى حنا من هاد الجاليه كامل نهبطو عندكم، ونجيو عندكم الكازا نقول لكم حتى حنا اعتقلونا حتى حنا رانا ما نقدروش نعيشوا غير في واحد البلاد صافي، وما نرجعوش للبلاد ديالنا، نهبطوا حنا 100 200 وجدوا اللوجيستيك، وجدوا المواحل، وجدوا الناموسيات، وجدوا اللجوء ديال السجناء، شروط السجناء، الاعتقال، وحنا غادي نجيو واحد 2000 3000 4000 نهودوا عندكم اسيدي، وغادي نهبطوا الريف كامل،
من الريف الحسيمة والناظور وكذا، نهوطو كامل من الفرقة الوطنية دخلونا للحبس، لأن احنا ما قديناش، دخلونا للحبس وسالينا هذا الموضوع، ومن بعد ما ديروا اللي بغيتو. الا عندكم شي رزانة ولا شي حكمة ولا شي عقل، ولا عندكم شي مجموعة تفكير تما في داك القصر وفي ديك الدولة العميقة، افكروا شي شويش به هي التي احسن، فكروا شي حاجة بالنية الصالحة، فكروا شي حاجة بالتنمية الحقيقية، بالمصالحة الحقيقية. انسان يتواصل كدا يجلس يدير نقط على الحروف، لان كاين هناك رهانات دولية دابا، ما بقاتش دابا حنا راه مع الحيرة كلها كدا. الانسان غادي يشوف المستقبل 2018 ديال غادي تكون فيه مسائل اللي هي ربما الله يحسن عاون لا قدر السلامة، غادي تكون 2018 غتكون واحد 2018 صعيبة شي شويش، واش تلاهم مع الاعصارات ومع الثلج ولا مع الجوع ولا مع هذا، ولا غنبقاو حنا صافي المعتقلين المعتقلين، حنا الحياة ديالنا هي المعتقلين المعتقلين، لان كنشوفوا هاد المعتقلين دخلوا الحبس على الظلم، ما دخلوا الحبس ما داروا حتى شي حاجه، اللي خرج بار في شي حاجه راه جي للحبس، اللي دار اللي هز عبد الطاغيه جي للحبس، اللي هز الرايه ديال الامازيغ راه جي للحبس، اللي قال لك جنويه جنويه لا حجره اجي للحبس، اللي قال لك انا الريف كذا اجي للحبس، اللي قال عاش الشعب اجي للحبس، راه ماشي اسلوب هذا، وعلى هذا القباله راه غتدخلوا الشعب كامل للحبس، غتدخلوا الشعب كامل للحبس. حنا راه بغينا نعيشوا اخوه، نعيشوا واحد كديروا حوار الحضارات حوار كذا، وكتخسروا الملاير على هذا الشيء هذا في الندوه ديالكم وكذا، ما قلنا والو، اجي نديروا حوار الحضارات بيناتنا، اجي نتفاهموا بيناتنا، اجي نبغيو بعضيتنا، اجي تهلاو في الشعب ديالكم، اعطي لهم الحقوق ديال الانسانيه، اعطيهم الحق ديالهم. راه اللي ناقص في هذا المغرب هو التدبير، ما كاينش التدبير يعني لا جيستيون لا بون جيستيون، ما كاينش حسن التدبير، ما كاينش تدبير، كلشي بنادم تيسرق، بنادم فيه الجوع، بنادم ما كاينش الزروطه والهرمكه في هادو، ما كاينش اللي تعطالو الدرس اجي هنا سرقتي ولا هاك 20 سنه يبقى عبره للشعب، اجي انت شحال سرقتي من المليار 50 مليار رجع هذيك 50 مليار وهاك 50 سنه في الحبس، ها هي باش الانسان واحد يقضي على الفساد، يقضي على هاد الرشوه، يقضي على هاد الحال المسائل اللي كتخرج على البلاد. ما المعتقلين ديال الحراك الشعبي ما عنده حتى شي حاجه، خرجوا يقولوا لهم هذا منكر، اذا اخواني اخواتي انا ما اقدرش يعني انا بقى نهضر نضرب في الحكومه، نضرب في، لان دابا راه كلشي هش، كلشي ضعيف، مؤسسه ضعيفه يعني من تشريعيه تنفيذيه قضائيه، ما كاينش شي حاجه اللي ربما نفتخروا بها، كله راه مفهوم جديد للسلطه، مفهوم جديد للقضاء، مفهوم جديد للصحه. اذا اي قطاع منهار في الفساد في الصفقات، نشوفوا وزاره الداخليه كانت داخل الوزارة ديال الداخلية، تلقوا بأن هناك يعني ملفات فساد كبيرة جدا بالملايير ديال السنتيم اللي لقاتها المجلس ديال أعلى الحسابات ديال جطو، كيقول لك بأنه كان مشاريع يعني في الوراق ولكن الملايير فينا هي، قال لهم راه مشات. إذا ما مآل هاد الملايير، ما مآل يعني فينا هي ربط المسؤولية بالمحاسبة، فينا هي يعني الشعب الى شتو الفساد خرجوا عاونوني وكذا وكذا، الشيء كيجي في خطاب رسمي ديال الملك. اذا ما كاينش واحد رجعوا ديك الثوره ديال الملك والشعب على الفساد، ثوره الملك والشعب على الفاسدين، على هذا الريع الاقتصادي، هذا الريع السياسي، هذا العداله، ما كايناش العداله مع الاسف، ما كايناش ما كيناش الاسس ديال الملكيه العظيمه في الدوله اللي تقولوا الدوله احسن دوله في العالم واحسن بلد في العالم، ما كاينش اللي كاين كيعيش وهما دوك 10% اللي تيسيروا هاد المؤسسات، مع الاسف ديال مجموعه اونا والابناك المغربيه وشركه التامينات وشركه ديال الطيران وكذا والكهرباء والماء.
هادشي اللي كاين. اذا دابا راه كاينه جوج حوايج: الدوله اما تستمر في هاد الاستفزاز ديال الشعب وتحقرو كتار وكذا، هذا غادي تنوض ثوره شعبيه، وتكون هاد 2018 غتكون السنه ديال الثورات الشعبيه ولا القلاقين والاضطرابات الاجتماعيه. الا بغى المغرب يتجنب من هاد المشكل هذا، يتلاها شوي مع المغاربه. راه ماشي كل مرة نبقاو نسمعوا في التلفازة المغربية راه سرطت الطيارة للسودان، ولا مشات الطيارة لمدغشقر، ولا لا يونيو راه دات معاها المساعدة الطبية فيها الأدوية. راه احنا ما عندناش اكتفاء ذاتي في الأدوية، ما عندناش اكتفاء ذاتي في هذاك الخيام، ما عندناش الاكتفاء الذاتي. ما خصكش دير مساعدة إنسانية خارجية إلا إذا كانت عندك، إلا إذا كنت دولة عظيمة وعندك ميزانية خاصة كل عام لهذه المستعمرات اللي استعمرتيها أنت، ربما باش تعطيهم هذه المساعدة الإنسانية بحال اللي كدير بريطانيا وفرنسا والدول الأوروبية اللي هي معروفة. إذا تتهز من الشعب من الفقر وكتعطي الناس آخرين، هذا الشيء قالوا له عبد الإله بن كيلان رئيس الحكومة السابق، قال لك في خطاب هيدا عفوي مع المنتخبين ولا مع الأعضاء ديال الحزب ديالو، كيقول أوا الإنسان يشبع شعبه هو الأول، ويعطي القيمة لشعبه ويستثمر مع شعبه كذا كذا، كيعني بأنه الملك يعني عيق أو لا تجاوز الحدود في سخاوته، لأن هذيك الفلوس ديال الشعب ماشي ديالو. ربما خص يستشر البرلمان كمؤسسة تشريعية وتسمى تنفيذية غادي ينفذوا كذا، إذا من بعد ربما تكون شي مساعدة اللي هي ربما هي التي أحسن، ده باش عندنا حنا باش نساعدوا. عندنا العجز التجاري، عندنا المديونية الخارجية، عندنا الصحة متقوب، عندنا القضاء رشوة وفساد وكذا، التعليم مشى، السينما مشات، التلفازة مشات، الاقتصاد بدا تهود. هو كتفتخروا بالرونو ولا سيمكا ولا داك هذاك يا اخي اللي درتو في طنجة، واش هذيك ديالكم؟ تتفتخروا ربي عندنا 100,000 سيارة، واش ديالكم هاد 100,000 سيارة؟ ياكي 100,000 سيارة ديال موالينها، نتوما عاطين الأرض وتستافدوا من الضرائب ومشي عاجل من كدا من نسبة مئوية من هذا، كتاخدوها اش كديو؟ علاش ما كتعلموش الناس على الغاز الطبيعي والبترول اللي كتلقاوه وكتصمتوا عليه؟ علاش ليك داك الذهب اللي تتهزوه بالتخبية وكتسردوه الإمارات وتتبيعوه تما وتخزنوه تما في سويسرا والتبخباع ديال، علاش هاد ما كتشاركوش هاد الأخبار الطيبة مع الشعب ديالكم؟ كتعرفوا غير ما لاحظتوش بأن الشعب ده تيسرق بزاف، الترميم، الفساد، الرذيلة، اللواطية، الانحلال الأخلاقي، فساد يعني في الإدارات كذا، وكو ما هضر الملك. كون ما هضر الملك في شي خطاب رسمي كيقول لكم اسيدي راه هذا الشيء كفى منه، هاد الريع وهكذا، ثم تزيدوا كتار، كتزيدوا كتار، ما نعرفش شنو واش كيقول لكم زيدوا في الخطاب ديالو او لا نقصوا، ما فهمناش اش كيقول لكم، ما بقيناش كنفهموا الخطابات الملكيه، ما كان بقى ما فاهميش فين غاديين. اذا انا ما غاديش نكثر اكثر من هادشي هذا اخواني اخواتي. اذا انسان اعطاه ربي العقل تنميزو به وتنشوفو به، وهاد الساعه هادي كلشي انسان تعرف الحاجه بالتكنولوجيا، بالتواصل الاجتماعي، بهاد مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الكتروني، الاخبار كذا، ويكيليكس، اسرار، يوتيوب. اذا مسائل هي معروفة أن النظام المغربي النظام يعني لازم يدير قراءة جديدة، ولا يخرج بمخزن بنفس جديد، أو لا ما بقاش بهذا المخزن التقليدي الكلاسيكي ديال داز عليه الموضة.
باش يشوفوا يعني شوفوا هاد، لأن الحكومة في قاع سراس والشعب في قاع البحر، لا يمكن جمع ما لا يجمع. إذا حنا تخصي تجمع ما يمكن يجمعوه. هاد الحكومة ولا هاد الدولة لازم تجتمع معها على هاد الشعب وتفهم له وتقرب عنده وتصمت له وتعطي له تعيشه وتقريه مزيان باش يفتخر بالدولة ديالو، ماشي تخرجوه وتعطي له الراية تقول له خرج قول عاش الوطن عاش الملك، لأن الملك راه أمير المؤمنين وكذا وكذا وكذا. إنسان غادي يدير واحد تخليق او تقنين او لا شي حاجه اخرى، المصطلحات اللي كتعرفوها، دير له تخليق ديال هذاك المخزن المغربي. حيدوا لنا من هذاك الاساليب ديال المخزن الاسره كذا. راه الدوله فيها 30 مليون ولا 40 مليون خلق، راه ماشي غتحكم فيها اسره واحده. اذا ما غاديش نبقى نحلل، انا راه كلشي كتعرفوه وعارفين اللي كيحكم واللي كيدير وداك الشيء. حنا اللي كيخصنا كلشي من هاد الشيء هذا، الا حنا بغينا نوقفوا هاد الخراجات والمسيرات والمسائل هنا في اوروبا، هاد الشيء مقرون بالافراج الفوري للمعتقلين، و يعني تبداو في المرارات المتوسط ولكن بالتعديلات على حساب الراي ديال الناس المنطقه. المسائل هي مهمه واللي بغات تستفد منها وتساهم في الاقتصاد الوطني وتساهم في الضرائب وتساهم كذا بطريقه ايجابيه، تستفد منها الدوله تستفد منها حتى حنايا. اذا هذه هي المقاربه اللي خصنا نفكروا فيها الساعه هذه، وربما غادي نتلاقاكم غدا ان شاء الله باش غادي نهضروا على شي مسائل اللي هي تتعلق بهذا الموضوع ديال المؤسسات المخزن والمؤسسات ديال الدولة والحراك الشعبي وأشياء أخرى إن شاء الله. نوفل المتوكيد، لندن، سيتي إن شاء الله، إثما سويثما، مصوتي وشي إن شاء الله. السيور كي شي مسايين أمي خلال المحاضر النية المعتقلين هاي هادشي غتغار كل نهار، هادشي غيشتنا نحاول ما يمكن أضغار ميجر مهم كل معتقل، ولكن قد اللغة العربية كنت تدرس اللغة العربية. إذا إن شاء الله بذير جيمانية والسيتي ما شاء الله نقيم دو مثلا، نقيم دايما أمية فوس كفوس وتهمي وتقل المبادرة وتهمي وقيت كن المجهودات ديني وذانا قايق الخفاء والاستنحاء ديني وذانا قايق تظهر ديني وذانا السوان قيل اللايف دين كذا. إذا كل جريت المجهود ديس طريقة ينس، ولكن المجهود ديني قواقي قار انت مونيت ذكر انور لو غاتسمى غن الهدف ديري ديش. كذلك ادعو اخواني اخواتي الى اللقاء 28 زي شهر ورتين كي مدريد المسيرة ان شاء الله. ادعو جميع الاحرار والحرائر اغجا لامكانيات الظروف يجمع يجعل هذه راح هذه حظه هذه سجل الموقف ينس سجل حضوري سيدني. إذا أيتها سويثمان وفي المتوكيد قد يشكون في أمل الله تمسيون.